اسكندريه لا مالوش اي علاقه بالزلازل التركيه، لان الزلازل لو هتاثر تؤثر على مباني اسكندريه كلها وتؤثر على الشاطئ كله او في الداخل المصري، مش معنى اسكندريه بس. احنا حسينا هنا بالزلزال يعني، احنا طبعا الزلزال الزلزال من ده من اشد الزلازل في العالم يعني، 7.8 من عشرة، ده زلزال رقم كبير وخصوصا ان حصل في منطقه مأهولة بالسكان وفيها مباني إلى حد كبير غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي وخصوصا في سوريا. سوريا بقى هي يعني المخاطر فيها أشد من تركيا، لأن سوريا يعني بقى لها سنوات طويلة في محنة كبيرة فيها اللي مكفيها وفيها قذائف، والمباني متصدعة أصلا من التفجيرات اللي حصلت، ما تتحملش حاجة زي دي طبعا، وما فيش رقابة قوية على المباني الجديدة، وبالتالي المقاس، وما فيش بنية تحتية، والمنطقة شمال سوريا الحقيقة يعني هو مغضوب عليه من الحكومة السورية، ومغضوب عليه من الحكومة التركية أو حتى جنوب تركيا. يعني السكان اللي تضرروا على الحدود ما بين سوريا وتركيا مغضوب عليهم من الحكومتين، فهم لقوا ان كل شيء دلوقتي على دماغهم. حتى كمان سوريا المباني وقعت، ولقوا دلوقتي ان السدود المقامه في تركيا عملت مشاكل، زودت المشاكل، لان وزن كميه الميه على الارض في بيئه فيها تصدعات وفوالق كبيره فساعد ان الزلزال. وهنا الخوف بقى دلوقتي ان السدود يحصل فيها تشقق، وبالتالي الكميه المخزنه يعني يبقى طوفان من المياه، يا ساتر اللي نجا من الزلزال يبقى مش هينجو من هذه المياه. فاللي حصل في سوريا ان تركيا بتفرغ السدود تحسبا، لان التوابع اللي بتحصل دلوقتي ما زالت يعني لحد دلوقتي من الصباح حوالي 5 زلازل النهارده بس، النهارده من بس بشده من 3 لـ4 ريختر. طب دي محسوسه ال 3-4 ريختر دي؟ لا طبعا هناك تبقى محسوسه هناك يعني، لكن ما توصلناش هنا. لا لا انا بتكلم على هناك. لا محسوسه طبعا اكتر من 3 يعني. وليه هنا ساعات بنشوف بنتابع مرصد الزلازل يقول حصل زلزال 3 و4 في مصر وما بنحسش بيه؟ بيكون احنا مشغولين يعني الواحد لو في حركه، وبعدين انا لو حسيت بحركه ده انا متهيألي ان الكرسي هو اللي لان احنا مش متعودين على الزلازل، الا اذا كان يعني مثلا حاجه وقعت ولا بتاع يبقى ممكن، فاحنا من انشغالنا لا نشعر الا اذا كان حاجه يعني.